بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نبدأ وإياكم النسخة الإلكترونية وحفل الافتتاح للمحفل العلمي الدولي 14. إمام كبسم الله ظل مقدما على غيره في كل درس ومحفل. 14 محفلا جمعنا ونحن نبحث ونناقش ونتحاور ونكتب ونؤلف وننتج ونبدع. المحفل العلمي الدولي 14 يأتيكم بهذه النسخة وهذه المرة وهذه الدورة من كردستان العراق ومن أربيل تحديدا عاصمة الإقليم. ينظم المحفل العلمي الدولي منصة أريد، منصة الباحثين والخبراء والعلماء والناطقين بالعربية، برعاية 5 جامعات عراقية وكليتين ومؤسسة وجمعيتين. فمن مبلغ أصحابه أنني به أفاخر أهل العلم في كل محفل. لدينا في أجندة هذا المحفل المبارك كلمات من الجهة المنظمة، المنصة، منصتنا منصة أريد، وهي منصة أريد الدولية، وعدد من كلمات الجهات الراعية المشاركة في هذه النسخة المتميزة 14. كما أن لدينا في حفل الافتتاح هذا محاضرة قيمة من عنوانها حول الجامعات البحثية قاطرة التقدم والتطوير. ومن ثم ننتقل وإياكم إلى لقاء مفتوح معكم جميعا أيها الحضور الكرام حول جامعة أريد الدولية للدراسات العليا. سيتحدث فيها مجموعة من كبار الأساتذة والمشرفين على هذا المشروع الوليد المبارك. وإذا محياكم بدا في محفل فإلى سناه كالهلال يشار. ولا ننسى أخيرا وليس آخرا الصورة الجماعية التي تزدان بكم ومعكم حضورنا الكريم. وما خذلتني همة فألومها وما ضاق بي مذ كنت في محفل علمي. إذن دعونا ننتقل الآن إلى فقرات هذا الحفل المبارك، ونبتدئ أولا باستعراض لكوكبة الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية التي انضمت لمنصة أريد وتشاركت معها ووقعت معها عهودا ومواثيق ومذكرات تفاهم وتعاون من أجل الارتقاء بواقع البحث العلمي في عالمنا العربي والناطق بالعربية. فتحت رعاية أكثر من 75 جامعة ومؤسسة شريكة لمنصة أريد العلمية. وكذلك في هذا الملف أو في هذا الحفل نستعرض أسماء القائمين على هذه المؤسسات من أصحاب السعادة والسيادة والريادة ورؤساء الجامعات وممثلي هذه الجامعات وعمداء الكليات ومديري المراكز العلمية والبحثية الذين وقعوا بأنفسهم أو شهدت المواثيق التعاون والتفاهم توقيع هذه المذكرات من خلال عهودهم الذهبية التي تسنموا فيها مناصب إدارة هذه المؤسسات. فشكرا لكل جامعة ولكل كلية ولكل مؤسسة ولكل مركز بحثي ولكل رئيس جامعة ولكل عميد كلية ولكل مدير قسم ومركز ورئيس جمعية على هذا الانضمام وهذا التواصل الفعال مع منصة أريد، منصة الجميع، منصة الباحثين والعلماء والمفكرين العرب والناطقين بالعربية.
ننتقل وإياكم الآن إلى كلمة بالمناسبة، كلمة الأمانة العامة لمنصة أريد العلمية الدولية للناطقين باللغة العربية، وأدعو سعادة البروفيسور الأستاذ الدكتور سلوان كمال جميل العاني، عضو الأمانة العلمية العامة لمنصة أريد العالمية ورئيس تحرير مجلة أريد الدولية للعلوم والتكنولوجيا، لتقديم كلمته، فليتفضل. مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العلماء والخبراء والباحثين الناطقين بالعربية، السادة الضيوف الأكارم، أرحب بكم في افتتاح المحفل العلمي الدولي 14 الذي تعقده منصة أريد العلمية بالتعاون مع الجامعة العراقية وجامعة جيهان خلال فترة من 11 إلى 12 تموز يوليو 2024 في مدينة أربيل جمهورية العراق. وأرحب بجميع الباحثين وتمنيا لهم التوفيق في عرض نتائجهم العلمية والتكنولوجية وفي تخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية. السادة الحضور، بعدما كانت بغداد مركز الحضارة والثقافة العربية في العالم التي تحولت إلى عاصمة للعلم والأدب والترجمة والفنون، فسبقت عصرها وقصدها طلبة العلم والموهوبون من مختلف بقاع العالم، وكانت حدودها ممتدة من الصين إلى سواحل المحيط الأطلسي خلال الفترة من 750 إلى 1258 ميلادي. جاءت حضارة الأندلس بعاصمتها قرطبة المدينة الحضارية العالمية ومركز الثقافة والحضارة التي فتحها المسلمون وبقيت تحت ظل الخلافة الإسلامية، وانفصلت عن السلطة المركزية في دمشق ومن ثم بغداد منذ العام 711 حتى 1492 ميلادي، وأنشأت على الأراضي التي تشكل اليوم إسبانيا والبرتغال فيما يسمى بشبه الجزيرة الإيبيرية. كانت الأندلس تشع نورا من العلم، واشتهرت بجميع المجالات الحياتية في الطب والهندسة والعلوم والفنون التي تشكل الدرة لأي أمة، وكانت مهدا لجميع دول العالم ومركزا علميا ينهلون منه وينقلوه إلى حضاراتهم، في حين كان الغرب في ظلام الجهل والتخلف. ولكن تغيرت عجلة التاريخ وحدثت مجموعة من التحولات في الميادين الثقافية والاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية، غيرت العالم موازين القوى، وتعرض الشعب العربي للاستعمار والتقسيم وتخريب بنيته الاجتماعية بالجهل وإبعاده عن التعليم والتخصصات الأساسية. ولكن استطاعت الأمة العربية التحرر من المحتل وامتلكت مواردها الطبيعية ونجحت في تعليم أجيال جديدة من الشباب وحافظت على القيم لإعادة بناء بلدانها على أسس حضارية. إن المجتمعات الناجحة هي التي تقوم بتحويل القيم إلى شيء بديهي في السلوك، وهو بلا شك تجاوز لكل مراحل التطور الفكري والصناعي والاجتماعي والاقتصادي. وعندما نسأل كيف وصلت هذه الشعوب لهذا المستوى من الأمانة والرقي، فالإجابة هي جودة التعليم ثم جودة التعليم، إذ لا يتحقق ذلك في المجتمعات بغير نجاح اقتصادي ولا نجاح بدون تعليم جيد. ونورد في هذا المقام ريادة الجامعات العراقية بما تملك من إرث تعليمي عريق، والتي درس في كلياتها الجامعية والكليات العسكرية دول رؤساء دول وشخصيات وكوادر عربية منذ ثلاثينيات القرن الماضي. وفي جانب استقطاب الطلبة الدوليين، يشير دليل جامعة بغداد لعام 1962 إلى العام 1963 لدراسة 657 طالب عربي وأجنبي من قبل 31 دولة، فيها من دول عربية وأوروبية وآسيوية وأفريقية خلال العام 1961.
مما يدل على رصانة وجودة التعليم في جامعة بغداد وبقية الجامعات العراقية خلال تلك الفترة. واستحدثت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق العام 1970 بعدما كانت جزءا من وزارة المعارف التي أنشئت مع تأسيس الدولة العراقية العام 1921 التي سميت فيما بعد بوزارة التربية والتعليم. وكانت الدكتورة سعاد خليل إسماعيل أول وزيرة للتعليم العالي والبحث العلمي في مطلع سبعينيات القرن الماضي. وعلى مدى عقود السبعينيات والثمانينات والتسعينيات درس آلاف الطلبة العرب في العراق خاصة من دول فلسطين والأردن واليمن والسودان في مختلف تخصصات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في جامعات بغداد والمستنصرية والموصل والبصرة. وفي عالم اليوم تحدث تغيرات التكنولوجيا بسرعة كبيرة ومع تحديات غير متوقعة في كل مكان وبشكل متزايد، ولا يمكن لأي دولة واقتصاد أن يختبئ من هذه التغيرات التي يشهدها العالم باستخدام الذكاء الاصطناعي، حتى ولو حاولت دولة بأكملها منع الذكاء الاصطناعي من دخول حدودها فإن الاقتصادات الأخرى ستفعل ذلك. ومن الأمثلة الحديثة على مواكبة التحولات العالمية في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، تبنت سنغافورة مؤخرا استراتيجية تعليمية متطورة ومبتكرة لتعزيز قدرات مواطنيها وتجهيزهم بالمهارات اللازمة للمشاركة في اقتصاد المستقبل، حيث يهدف هذا البرنامج دعم عودة البالغين إلى التعليم الجامعي في مجال الذكاء الاصطناعي وتشجيع المواطنين والسكان في سنغافورة الذين تجاوزوا سن 40 على تحديث مهاراتهم وتعلم التكنولوجيا الحديثة ومجال الذكاء الاصطناعي، مما يجعلهم أكثر تنافسية في سوق العمل، مما يمكن سنغافورة من تعزيز قدراتها التنافسية على المستوى الدولي وتحقيق التنمية الاقتصادية. الزملاء الباحثين، أما مفهوم التنمية المستدامة فقد برز تدريجيا ليصبح في الوقت الحاضر الهدف والغاية الرئيسيين للأمم المتحدة والمجتمع المدني عندما قررت الدول وصانعي السياسات أخيرا بأن الوضع الحالي للتدهور البيئي يهدد بشكل خطير بقاء البشرية. إن التنمية المستدامة مفهوم شامل يتجاوز الأبعاد الاقتصادية، فهي ليست مجرد مفهوم اقتصادي بل هي فلسفة شاملة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والبيئية إلى جانب الأبعاد الاقتصادية، وتسعى التنمية المستدامة إلى تلبية احتياجات الأفراد الحاليين دون المساس بحق الأجيال القادمة في الاستفادة من الموارد الطبيعية. وتشكل التحديات البيئية مثل تغير المناخ والتدهور البيئي عقبة كبيرة أمام تحقيق التنمية المستدامة، وتتطلب حلولا مبتكرة توازن بين الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية الاقتصادية. تتكون أهداف التنمية المستدامة من 17 هدفا مترابطا و169 غاية تم تبنيها من قبل الأمم المتحدة في عام 2015، وهي خارطة طريق عالمية لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع. وتركز أهداف التنمية المستدامة على تحقيق التوازن بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ويمكن فهم دور الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يلي: أولا، المسؤولية الأكاديمية، تتحمل الجامعات مسؤولية دعم بلدانها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال مجالات متعددة تشمل العلوم والتكنولوجيا كالتقنية الرقمية والذكاء الاصطناعي والطاقة والصحة البشرية وإنتاج الغذاء وإدارة المياه وحماية البيئة ونمو الاقتصاد والصناعة والابتكار والبنية التحتية والمدن والمناطق المستدامة. اثنين، التميز في التدريس، تساهم الجامعة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التميز في التدريس وفقا لمعايير الجودة العالمية وتزويد الطلاب بالمعارف والمهارات اللازمة للمساهمة في بناء مستقبل مستدام. ثالثا، كمنارات المعرفة والابتكار، حيث تلعب الجامعات دورا فريدا في إنتاج المعارف العلمية والتكنولوجية والمتصلة بقضايا المجتمع من خلال البحوث العلمية متعددة التخصصات
التي تجمع بين مختلف مجالات المعرفة لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات العالمية. 4. الشراكة المجتمعية تفعل الجامعات العلاقة بين الجامعة والمجتمع لتحقيق الفوائد المتبادلة وتعزيز التعاون في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. أما الجوانب الجديدة في دور الجامعات فهي تركز على تعليم الطلاب مهارات القرن 21 مثل التفكير النقدي وحل المشكلات والابتكار وريادة الأعمال لتمكينهم من المساهمة بفعالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتوظف الجامعات التكنولوجيا في مجال التعليم والبحث والممارسات العملية لتعزيز الكفاءة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل أسرع. كما تساهم الجامعات في نشر الوعي بأهمية التنمية المستدامة وتعزيز ثقافة الاستدامة بين أفراد المجتمع من خلال برامج التوعية والتعليم المستمر، وإدراكا منها لأهمية هذه المسؤولية تبادر الجامعات إلى تطوير برامجها ومناهجها وأنشطتها لتصبح أكثر انسجاما مع أهداف التنمية المستدامة، وتساهم بشكل فاعل في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. وهذا ما يفرض علينا تحويل المخزون المعرفي في الجامعة إلى منتجات وخدمات ذات قيمة اقتصادية، وجعل مخرجات البحث واقع ملموس، والمحافظة على دور الجامعة في قيادة المجتمع وخلق مستقبل أفضل للجميع. وفي الختام أرجو النجاح للجميع والاستفادة من الأبحاث العلمية والمناقشات التي ستقدم خلال مؤتمرات المحفل العلمي الدولي 14 لمنصة أريد، وعلى بركة الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لسعادة البروفيسور أستاذ دكتور سلوان العاني على هذه الكلمة القيمة وهذا التطواف في تاريخ العراق العلمي والمعرفي وتاريخ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، وعلى هذه الرؤية لمستقبل واستشراف الجامعات العراقية والعربية والعالمية عموما في النهضة والحضور الحضاري في كل وقت. حقيقة سعداء بمشاركة هذا العدد من الجامعات والكليات والمؤسسات والجمعيات العراقية وفي بلدهم في العراق الذي هو مهبط العلم والمعارف والثقافات والحضارات، ولا غرور في ذلك، فإن الباحثين ومن خلال الإعلانات الترويجية التي ظهرت قبل حفل الافتتاح رأينا ما تقدمه هذه الجامعات وهذه المؤسسات العراقية من يعني تحديات ومن مواجهات في سبيل النهوض بالبحث العلمي والواقع التعليمي العالي والأولي في العراق. تحية لكل سعادة رئيس جامعة حاضر معنا، ولكل عميد كلية، ولكل رئيس مركز ورئيس جمعية، لهم منا كل التحية في منصتهم منصة أريد الدولية للباحثين والعلماء والمفكرين العرب والناطقين بالعربية. إذا ذكرت منصة أريد ذكر مؤسسها ورئيسها وهو سعادة الأخ الدكتور سيف السويدي، فالكلمة له، فليتفضل مشكورا مسبوقا بالترحيب والتكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله جميعا. شكرا دكتور على حسن التقديم، بارك الله فيك. مرحبا بعلماء وخبراء وباحثي منصة أريد في محفلهم 14 الذي يعقد حضوريا وعن بعد تحت شعار الجامعات ودورها في التنمية المستدامة للمدة من 7 إلى 15 من تموز 2024 الموافق 1 إلى 9 من محرم 1446 هجرية. طبعا تتفق أغلب دراسات التنمية والتطوير المعاصرة على أن حجم المؤسسات والبرامج المعنية بالتنمية يقاس اليوم بحجم ما تقدمه للمجتمع الإنساني
من إنجازات ومنافع للارتقاء حقيقة بالمجتمعات وكذلك بالإنسان. وإذا اعتمدنا هذا المبدأ نجد أن المميز في المحفل العلمي الدولي لهذا العام بهذه النسخة هو يعني وجود العلماء، جمع العلماء والخبراء من العلوم الإنسانية والعلمية لمناقشة دور الجامعات في تطوير المجتمعات الإنسانية عن طريق التنمية المستدامة، سواء عن طريق استشعار المسؤولية المجتمعية أو إدارة المعرفة من أجل تنمية الإنسان وتطوير المجتمع، طبعا المجتمع الذي نعيش فيه بالدرجة الأساس. وهذا ما سيتم مناقشته في جلسات هذا المحفل العلمي الدولي بنسخته 14. أيها الحضور الكرام، المحفل العلمي الدولي حقيقة فلسفته فريدة من نوعها. منذ انطلاقته في العام 2017 في ماليزيا في جامعة كان في جامعة ملايا في جزيرة لانكاوي، كان هو الوعاء العلمي الذي يستوعب أنشطة وفعاليات العلماء والخبراء والباحثين، الفعاليات العلمية والثقافية والفكرية والتواصلية، والتي تحقق الفائدة للمنصة ولأعضاء منصة أريد العلمية. طبعا المحفل يخاطب شريحة واسعة من أعضاء المنصة ومن خارج حتى أعضاء المنصة من المتابعين والمهتمين بتطوير يعني البحث العلمي وتطوير المجتمعات. أود هنا طبعا أن أشارككم بعض الإحصائيات والأرقام الخاصة بهذه النسخة من المحفل العلمي الدولي. لدينا 16 جلسة بحثية بين حضورية وإلكترونية، البحوث العلمية التي أجيزت 88 بحث علمي أجيز من قبل اللجنة العلمية، الأعضاء المسجلين في المحفل 5404 عضو مسجل بين البوابة وبين الموقع وبين الاستمارات الرقمية ومع الحضور، الجامعات الشريكة 35 جامعة شريكة ومركز بحثي وجمعية علمية، وبعض هذه الجامعات حقيقة أسهمت في دعم المحفل العلمي الدولي ويعني الدعم المالي والدعم المعنوي واللوجستي. عدد المؤتمرات، لدينا 9 مؤتمرات علمية تعقد بالتزامن بنفس الوقت وفي جلسات بحثية، فهذا طبعا يشجع على موضوع التخصصات البينية والتعاضد بين التخصصات ولقاء العلماء من مختلف التخصصات أو التخصصات المتنوعة. الندوات العلمية، لدينا ندوة علمية واحدة ستعقد وورشة علمية أيضا واحدة ستعقد. المحاضرات العلمية، لدينا 15 محاضرة علمية. طبعا سيضم المحفل جلسات بحثية متنوعة كما ذكرت، ومحاضرات علمية وندوات نقاشية يتم فيها استضافة علماء وخبراء كما هو موضح في برنامج المحفل المنشور على البوابة الرقمية للمحفل العلمي الدولي. وأنوه هنا أن المحفل سيتضمن جلسة توقيع اتفاقيات مع الجمعيات، مع الجامعات والجمعيات والمؤسسات الشريكة، وكذلك حفل للختام. ختاما أتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم بدعم المحفل العلمي الدولي وخصوصا الرعاة، وأخص بالذكر من ساهم بالدعم العلمي والمالي واللوجستي. وهذا الدعم طبعا ساهم بتنظيم هذه التظاهرة العلمية وإنجاحها واستمرارها. واسمحوا لي أن أذكر أسماء الجامعات والمؤسسات التي كان لها الدور الكبير في إنجاح هذه الفعالية العلمية. الجامعة العراقية لها كل الشكر والتقدير بأساتذتها وكادرها ورئيسها حقيقة، رئيس الجامعة العراقية، كذلك جامعة جيهان، جامعة أو كلية الإمام الأعظم الجامعة، جامعة الكرخ للعلوم، جامعة النور، جامعة العين، كذلك كلية المعارف الجامعة ومؤسسة حباء للتنمية المستدامة وجمعية البصيرة وكذلك جمعية علوم الحديث. هذه المؤسسات كان لها الدور في إنجاح وتمويل ودعم المحفل العلمي الدولي بنسخته 14. وعرفانا بالجميل لرؤساء وقيادات التعليم لهذه الجامعات والمؤسسات الشريكة للمحفل ولمنصة أريد، فسيتم منح وسام القيادة العلمية لهذه النخب القيادية، وكذلك سيتم منح وسام المسؤولية المجتمعية لبعض الشخصيات التي أسهمت في مجتمعاتها. كذلك بعض الشخصيات العلمية سيتم منحهم أيضا وسام عالم. أتقدم بالشكر إلى الرئيس التنفيذي للنسخة الحضورية الأستاذ المساعد الدكتور جمال عبد ناموس، كذلك للمدير التنفيذي للنسخة الإلكترونية الأستاذ المساعد الدكتورة هند حسين عبيد، وجميع حقيقة اللجان والفرق التي تعمل وراء الكواليس لجهودهم القيمة، ومنهم طبعا الأمانة العامة لمنصة أريد
ومجلس إدارة منصة أريد واللجنة الاستشارية، الهيئة الاستشارية العليا للمنصة واللجنة التنسيقية والقسم التقني، كذلك اللجنة الإعلامية وفريق التطوع العلمي. أتمنى نجاح هذه الفعالية بوجودكم وبمشاركاتكم القيمة، وبإذن الله تعالى نعلن انطلاق المحفل العلمي الدولي على بركة الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا سعادة الدكتور سيف السويدي المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة أريد الدولية على هذه الكلمة وعلى هذا الإعلان لانطلاق أعمال المحفل العلمي الدولي 14 الذي يضم مجموعة من المؤتمرات وورش العمل والمحاضرات والكلمات. ونبارك في الوقت نفسه لرؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء الجمعيات والمراكز على هذا التكريم من منصة أريد وعلى جهودهم في إنجاح هذا المحفل العلمي الدولي بنسخته 14. إذن والشكر لمن سيحصل في هذه النسخة وفي على هامش أعمال هذا المحفل على الدروع والتقييمات التي تمنحها منصة أريد للشخصيات الفاعلة والمؤثرة في الوسط العلمي والتعليمي في عالمنا العربي والناطق بالعربية. ننتقل الآن إلى كلمة الهيئة الاستشارية العليا لمنصة أريد، وأدعو الآن سعادة الأستاذ الدكتور عبد الرازق مختار لتقديم كلمته، فليتفضل وأهلا وسهلا به. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا بحضراتكم في المحفل العلمي الدولي 14 بأربيل بجمهورية العراق في الفترة من 8 إلى 12 من شهر يوليو بنسخته الحضورية والإلكترونية المصاحبة تحت شعار الجامعات ودورها في التنمية المستدامة، وهو ما يعكس اهتمام المنصة بالموضوعات والطروحات الآنية والمعاصرة المرتبطة بالواقع تبحث فيه من خلال مشاركات العلماء والخبراء والباحثين في كل أنحاء العالم عن جديد أبحاثهم ودراساتهم ومشاركاتهم الفكرية تتقاسمها من خلال هذا المحفل الذي يهدف أول ما يهدف ومنذ نشأته إلى تجميع مجموعة من المؤتمرات المتنوعة في تخصصاتها تحت سقف ومظلة واحدة، حيث تتلاقى العقول وتتسابق الأفكار حول مجموعة متنوعة من الأبحاث وأوراق العمل والندوات العلمية والمحاضرات التفاعلية. تسعى كما هدفت المنصة من بداياتها إلى إثراء المحتوى العلمي العربي على شبكة الإنترنت، وإلى تحقيق روافد متنوعة لتشبيك وتقوية أواصر التعاون بين العقول المتميزة الناطقة باللغة العربية في طيف واسع من التخصصات والدرجات العلمية والجامعات والبلدان، بما يسهم في الانطلاق للمستقبل بأدوات فاعلة ومؤثرة. أتطلع شخصيا ومعي العديد من الزملاء إلى الاستماع والاستفادة من المشاركات العلمية التي عكفت عليها مجموعة متميزة من العلماء والخبراء والباحثين الناطقين باللغة العربية في شتى التخصصات. باسم الهيئة الاستشارية العليا للمنصة يسعدني أن أرحب بهذه الكوكبة الراقية من حضور المحفل بكل فعالياته الحضورية والإلكترونية، وأتمنى لهم أيضا أياما مفيدة حافلة بالجديد والمفيد من المعارف والمهارات والعلاقات العلمية المستمرة والفاعلة إن شاء الله. كما أود أن أتقدم بخالص شكري وتقديري لرعاة المحفل بمؤتمراته وأنشطته المختلفة، الجامعة العراقية وجامعة العين العراقية وجامعة النور وكلية المعارف وكلية الإمام الأعظم وجامعة الكرخ للعلوم وجمعية البصيرة وجمعية علوم الحديث ومؤسسة حبار.
وغيرهم من المؤسسات الشريكة التي تسهم في إنجاح الفعاليات وتقدم للعالم بالتعاون مع منصة أريد نموذجا علميا متميزا للتشبيك والتعاون وتحقيق أدوار علمية وبحثية ومجتمعية متميزة وفريدة تدل على عراقة وجدارة ومتانة هذه المؤسسات. كما أود أن أتقدم بخالص شكري وتقديري لرؤساء المؤتمرات ورؤساء ومقرري ومدير الجلسات البحثية والمحاضرين ولمجموعة العمل التي تدير هذا المحفل والتي تعمل ليل نهار من أجل إنجاحه كواحدة من أهم فعاليات منصة أريد بقيادة أخي الحبيب المؤسس والمدير التنفيذي الدكتور سيف السويدي. كما أتقدم بخالص شكري لكل الزملاء الأفاضل القائمين على النسخة الحضورية والإلكترونية، وأخص منهم الفاضل الأستاذ الدكتورة هند حسين والفاضل الدكتورة مريم قيس وكل فريق العمل. وفي النهاية أنتهز الفرصة في هذا الجمع المتميز لكي أدعوكم جميعا للانخراط في كل فعاليات المنصة الممتدة طوال أيام العام والعابرة لكل التخصصات والمواكبة لكل تطور والساعية دوما للابتكار في كل ما يواكب الحياة العلمية والبحثية بما يحقق غايات وأهداف هذا المجتمع العلمي المتميز من العلماء والخبراء والباحثين الناطقين باللغة العربية في كل أنحاء العالم. ومن هذه الأنشطة التي تميط المنصة عنها اللثام قريبا جامعة أريد الدولية للدراسات العليا التي نطمح بتعاونكم أن تولد جامعة عملاقة وفريدة في كلياتها وبرامجها النوعية والبينية التي يعكف عليها مجموعة راقية من العلماء والخبراء ممن يشار إليهم بالبنان في تخصصاتهم. شكرا لكم وخالص وصادق دعواتي بمزيد من التقدم وأن يتقبل الله عز وجل هذا العمل في ميزان الحسنات. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأستاذ الدكتور عبد الرازق مختار محمود، أستاذ المناهج وطرائق التدريس بجامعة أسيوط بجمهورية مصر العربية، رئيس الهيئة الاستشارية للمنصة. شكرا سعادة الأستاذ دكتور عبد الرازق مختار، رئيس الهيئة الاستشارية لمنصة أريد وللهيئة الاستشارية ولكل اللجان الفاعلة القائمة في إنجاح المنصة وإنجاح هذه النسخة 14 من المحفل العلمي الدولي. قبل أن أنتقل إلى باقي الفقرات دعونا نرحب بمن انضم معنا جديدا في هذا الحفل ولمن سيتابعنا فيما بعد، ودعونا نهنئ أنفسنا جميعا في هذا اليوم الأغر بمناسبة الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهي مناسبة مباركة قيمة والتزامن في افتتاح هذا المحفل، فأله خير وبركة إن شاء الله على الجميع، فنسأله تعالى أن يسدد خطى الجميع لما فيه خير العمل وعمل الخير إن شاء الله. بهذه الجهود المباركة التي تقدمها منصة أريد دعونا ننتقل إلى كلمات بعض الجهات الراعية المشاركة معنا في هذا المحفل، ونبتدأ أولا بكلمة رئيس جامعة الكرخ للعلوم سعادة الأستاذ الدكتور ثامر الكاظمي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. الأخوة الحضور في منصة أريد المحترمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن أكون أحد الضيوف في هذا المحفل وفي الجلسة الافتتاحية لأنقل لكم جزءا بسيطا من تجربة جامعة الكرخ للعلوم التي ضمت مجموعة من الكليات التي تتناغم مع سوق العمل
وتبنيها للنظام الأوروبي في مسار بولونيا منذ تأسيسها. دأبت هذه الجامعة إلى البحث نحو الاختصاصات التي تتعامل مع كل المهارات المهمة للطالب وتحسين هذه المهارات، وبالتالي سيظهر المتخرج من هذه الجامعة كل ما يمتلكه من مهارات قد تم تدريبه عليها في هذه الجامعة، وأيضا ليكون مخرجا يتفاعل مع متطلبات العمل وسوق العمل. وهذا الأمر مهم جدا في وضع يمكن أن نسميه الترهل الخاص في عمليات التعيين الوظيفي الحكومي، وبالتالي سوف ينتقل إلى مساحة أكبر للاشتراك بشركات التي تعمل وفق منظار خطط التنمية المستدامة. وبهذه المناسبة أود أن أشكر الأخوة في المحفل القائمين على منصة أريد لإتاحة الفرصة للحديث عن هذه الجامعة وعن أثر هذه الجامعة ومخرجاتها في المساحة العالمية للتعليم العالي والبحث العلمي. كما وأود أن أبين بأن الجامعة قد فتحت ولحداثة تأسيسها فتحت برامج للدراسات العليا في اختصاصين مهمين، هم اختصاص الريموت سنسينج والاختصاص الانفايرومنت، وهو مؤشر مهم جدا في استثمار الوقت وتطبيق وتنفيذ الخطط التي تعمل بمستوى خطط التنمية الوطنية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأنا آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. شكرا لسعادة الأستاذ الدكتور ثامر الكاظمي رئيس جامعة الكرخ للعلوم. وننتقل الآن مباشرة إلى كلمة رئيس جامعة العين العراقية سعادة الأستاذ الدكتور شفيق شاكر شفيق، سعادة الدكتور ياسين طه، آسف، فلتتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل كل شيء أود أن أعبر لكم عن سعادتنا في جامعة النور بإقامة هذا المؤتمر المهم تحت شعار الجامعات ودورها في التنمية المستدامة، والذي يحقق مكاشفة حقيقية بين كافة الأطراف المعنية بواقع الحياة في العراق ورؤية الآفاق المستقبلية للنهوض بهذا الواقع من خلال العلاقة التي يفترض أن تكون تعاونية ومدروسة بين مكافة مؤسسات الدولة التنفيذية كالوزارات صانعات القرار والمؤسسات العلمية مخططة ومهندسة القرار كالجامعات، إذ تعتبر الجامعات معقلا مميزا لبناء الأفكار العلمية في أروع صورها وبيت الخبرة الأكاديمية في شتى صنوف المعرفة ومصدر الإلهام لتطبيق النظريات العلمية. إن فكرة مد الجسور فكرة في غاية الأهمية، قد نختلف على قبول توقيتها بين أن تكون قد جاءت في موعدها الدقيق وبين أن تكون في غير موعدها،
لكنها تظل في غاية الأهمية، لأن ترابط الأطراف كافة سواء كانت وزارات أو أكاديميات يمكن أن تقدم رؤية موحدة للغد الذي يليق بالعراق، مهد المحاضرات الإنسانية. وهناك تجارب عالمية لدول حية ومجاهدة تعرضت فيها مناطق بعينها من العالم إلى أضرار ودمار وتراجع كبير في البنية التحتية، لكنها استطاعت في عقدين من الزمن أن تتقدم إلى واجهة المشهد الدولي الذي يشار له بالبنان من قبل العالم. ومثال ذلك ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية، مثال حقيقي وناصع. هذه المهمة معقودة علينا جميعا، فقد تعرض بلدنا إلى محكات ومنعطفات صعبة، ونحن أولى من يرى الصورة على حقيقتها. نحتاج فعلا إلى مد جسور صلبة بنقاء سرائر وحسن نوايا وسلامة انتماء، وحتما سوف يفتح الباري عز وجل وهو أعلم بالسرائر أمامنا الطريق للنهوض بالعراق نهوضا يقينيا. ويتصل العراق بأدواره التاريخية المشرقة. وفقنا الله وسدد خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، آمين اللهم آمين. شكرا لسعادة الأستاذ الدكتور ياسين طه الحجار، رئيس جامعة النور العراقية. وننتقل إلى كلمة عميد كلية المعارف الجامعة الأهلية في العراق، سعادة الأستاذ الدكتور أحمد عبد الملك السعدي، عضو مجلس الكليات الأهلية في العراق، فليتفضل. مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على معلم الأمم سيدنا محمد وعلى آله أهل الطهر والشيع وأصحابه ذوي الخير والكرم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن مما زاد فرحتنا وسرورنا هو رعاية ومشاركة كلية المعارف الجامعة الأهلية في العراق محافظة الأنبار، والتي تأسست عام 1993، شقيقاتها من الجامعات والكليات العراقية والعربية الرسمية منها والأهلية، هذا المحفل العلمي الدولي الذي تقيمه منصة أريد، والذي يجتمع فيه العلماء والباحثون والمفكرون من أرجاء العراق والوطن العربي لتبادل الخبرات والتعارف والتواصل العلمي، فالعلم رحم بين الأمم. ومما زاد فرحتنا أنه ينعقد في كردستان العراق الحبيب. إن الغاية من إقامة هذا المحفل العلمي الذي تقيمه منصة أريد في كل عام هو التعرف على آخر المستجدات البحثية والتطورات العلمية ووسائل التواصل بين الجامعات والمنصات العلمية كافة. فمنصة أريد العلمية تعقد مؤتمراتها وورشها في بلدان متعددة من كل عام، فعزمت النية هذا العام على إقامته في كردستان العراق في هذا العام من 8 ولغاية 12 من تموز من عام 2024. واليوم وأنا أقف أمام ضيوف أعزاء لأعبر عن فرحتي وسروري بحضوركم الكريم، ممتثلا قول الشاعر: يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. فأرحب برؤساء الجامعات كافة، كل بحسب اسمه، وعمداء الكليات كذلك، ومشاركين من أعضاء منصة أريد وغيرهم من داخل العراق وخارجه. فحللتم أهلا ونزلتم سهلا، وأنتم تعيشون
من الأيام أجملها ومن الأوقات ألطفها في بلدكم الثاني. وكذلك أرحب بجميع من شاركنا عن بعد من حالة الظروف دون حضورهم، فأقول لهم إن غابت أجسادكم عن عيوننا فأرواحكم في سويداء القلوب تسكن. وأغتنم الفرصة لأعبر عن جميل شكري لسعادة الدكتور سيف السويدي الرئيس التنفيذي والمؤسس لمنصة أريد العلمية للناطقين باللغة العربية والمشرف العام على هذا المحفل المبارك لحسن ضيافته وكرم دعوته، فالله أسأل أن يوفقه والمنصة والقائمين عليها لكل خير. كما أوجه شكري لكل من حضر ولكل من رآنا عن بعد إلكترونيا وبجميع من ساهم ورعى وقام في تقديم كل خدمة من شأنها إنجاح هذا المحفل العلمي، سائلا المولى عز وجل أن يوفق الجميع لكل خير. وكل عام نراكم على خير في محفل دولي آخر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أستاذ الدكتور أحمد عبد الملك السعدي، عميد كلية المعارف في الجامعة، على هذه الكلمة الأدبية اللطيفة الظريفة. والشكر موصول حقيقة لكل الجامعات والكليات والمؤسسات والجمعيات المشاركة في تنظيم ورعاية هذا المحفل العلمي الدولي 14. واسمحوا لي أن أخصها بالذكر أيضا وبذكر القائمين عليها. أبتدي أولا بالجامعة العراقية ورئيسها سعادة الأستاذ الدكتور علي صالح الجبوري، وكذلك جامعة الكرخ للعلوم ورئيسها سعادة الأستاذ الدكتور ثامر الكاظمي، وجامعة العين العراقية ورئيسها سعادة الأستاذ الدكتور شفيق شاكر شفيق، وجامعة النور ورئيسها سعادة الأستاذ الدكتور ياسين طه النجار، وكلية المعارف في الجامعة ورئيسها سعادة الأستاذ الدكتور أحمد عبد الملك السعدي، وكلية الإمام الأعظم الجامعة ورئيسها سعادة الأستاذ الدكتور صلاح الدين فليح حسن، وجمعية البصيرة ورئيسها سعادة الأستاذ الدكتور طه الزيدي، وجمعية علوم الحديث ورئيسها سعادة الأستاذ الدكتور يونس قدوري الكبيسي، وأخيرا وليس آخرا مؤسسة حباء للتنمية المستدامة ورئيسها الأستاذ محمد سليم محمد. لهم منا كل الشكر باسم الجهة المنظمة منصة أريد للباحثين العلمية العالمية للباحثين والخبراء والعلماء العرب والناطقين بالعربية وجامعة جيهان وكل الباحثين والمشاركين والمحاضرين والهيئات الاستشارية والعلمية في منصة أريد للتقدم بهذا الشكر إلى هذه الكوكبة المتميزة من المؤسسات العلمية التعليمية والاجتماعية في العراق لدعم ورعاية وتنظيم هذا المحفل العلمي الدولي 14 والمعدن الأصيل من منبعه وأصله لا يستغرب منه، فهم أهل لذلك جميعا. ننتقل الآن وإياكم مباشرة إلى فقرات هذا الحفل الذي يأتيكم، حفل افتتاح للمحفل العلمي الدولي 14، ومعنا قصيدة بعنوان الفجر الصادق للشاعرة الأديبة الأستاذ المساعد الدكتور أميرة زبير سنبس، أستاذ فقه اللغة المشارك في جامعة أم القرى سابقا ورئيس قسم الترجمة والتدقيق اللغوي في منصة أريد العلمية، فلتتفضل وحياها الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المتفرد باسمه الأسمى، ليس دونه منتها ولا وراءه مرمى، وسع كل شيء رحمة وعلما، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله
أرجح الخلائق عقلا وعلما وحلما، وأزكاهم نفسا وفهما، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا يكافئ الخطب الجليل إلا الجليل من الكلم، وإن كان في بعض الكلام حر ففي بعض الكلام در، ورب كلمة صدق عاشت بين الأحياء دهرا. وما من أحد أحق بالكلمة الصادقة الطيبة ممن يبذلون الأرواح لتحيا الأمة كريمة عزيزة مصونة الجناب حرام الحمى. فسلام على تلك الأنفس الأبية، سلام على تلك السواعد الفتية، سلام على القلوب الطاهرة النقية التي تحيا لله وتعطي لله، سلام عليها في الخالدين. فلا أحق بنظم القصيد من أمثالهم، فلله درهم وعليه نوالهم. يطيب لي أن ألقي عليكم قصيدة عنوانها الفجر الصادق للشاعر الأستاذ خالد بن فتح الأغا. سلام غيثه هطل صبيب، وشوق في النوى جار سكوب، على أهل المكارم والمعالي وربع طاب ساكنه حبيب. يسائلني الخليل وأي ربع، وغزة منطقي لما أجيب. أهيل الحي، أهيل الحي مهلا، لست أدري أبحر الشعر كفؤكم القريب. وقد مدت مكارمكم رواقا، فدون الناس مرتعها الخصيب. أقمتم للحمى سدا منيعا، وكم ناءت بنا نوب تنوب. وجف الضرع ما سلمت عناق، ولا سلمت من الذود النجيب. فأحييتم عهودا سالفات، ومعنى للحياة به تطيب. وبعض الداء لا يشفيه طب، ولكن همة المرء الطبيب. ألسنا في سما العلياء بدرا، وشمسا في الهدى ليست تغيب؟ ألسنا السابقين بكل ناد، وفي عزماتنا السيف القجيب؟ ونبني للورى جاها ومجدا، ومن لله يبني لا يخيب. أهيل الحي، أهيل الحي لا تهنوا، ففيكم لنا حسب إذا شئنا حسيب. وفينا أمة حي فتاها، إذا ما استنجدت غيث صبيب. بنا من جرحكم والله جرح، وفينا من تجلدكم نصيب. أنادي أمتي والخطب باد، يبدد شمله الفجر الخطيب. إذا استدعى الصباح حليف عزم، أطل الصدق وانقشع الكذوب. فهذا يومكم والله بر، ونعم الجمع شبان وشيب. ورثتم غضبة المضري عزا، فهل يبقى لكم حق سليب؟ فلا عجب لمن يحمي حماها، ولكن الفتور هو العجيب. إذا ازدحمت مناكبكم جميعا، فما في الصف ثلب أو لغوب. يكر الحر لا يثنيه شيء، وبعض خطاه في الهيجة وثوب. ورب العرش فضلكم ونادى، أجيبوا الله ويحكم أجيبوا. وآتاكم من الأسباب فيضا، فريب الوهن عن قومي غريب. وشمس الحق ما طلعت تعالت، وشمس عدونا أبدا تغيب. أشكر لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صح صوتك وصحت معاني الشاعر، فلكما منا كل الشكر والتقدير والاحترام. ننتقل الآن وإياكم أيها الحفل الكريم المشاركون في حفل افتتاح المحفل العلمي الدولي 14 إلى استعراض برنامج فعاليات المحفل العلمي الدولي 14. وهذا المحفل الذي يبدأ من اليوم إلى 12/7 إلى 12 تموز الشهر الجاري الحالي، الموافق من 1 إلى 6
محرم الحرام لهذه السنة الهجرية الجديدة 1446، ويبتدئ اليوم كما بدأ بحفل الافتتاح كما رأيتم. بقيت لنا محاضرة علمية قيمة حول الجامعات البحثية قاطرة التقدم والتطوير، يلقيها سعادة الأستاذ الدكتور سيف السويدي، وهناك شهادة مستقلة لجميع الحضور، وهذه المحاضرة يشهدها جمع من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء المراكز، فضلا عن الباحثين وأعضاء من منصة أريد العلمية الدولية. فهي محاضرة قيمة وفي وقتها ومكانها، ولدينا لقاء مفتوح بعدها مع المجلس التأسيسي لجامعة أريد الدولية للدراسات العليا، وأيضا فيها شهادة مستقلة لجميع الحضور، وسنوافيكم بروابط التسجيل لاحقا إن شاء الله بعد انتهاء المحاضرات. اليوم الأول الذي يبدأ يوم غد بإذن الله يوم الاثنين، لدينا المؤتمر الدولي 14 الاتجاهات المتقدمة في الدراسات الإسلامية، البحوث المختارة للتقديم طبعا. نبتدئ بعد الظهر في الساعة 3 مساء إلكترونيا، ولدينا محاضرة علمية حول تعريف جودة التعلم وكيفية قياسها للأستاذ الدكتور محمد عبد الكريم عيسى، ثم نأخذ استراحة مسائية في الساعة 7:30، ونعود الساعة 8 مساء يوم غد إلى المؤتمر الدولي 14 اتجاهات الحديثة في العلوم التطبيقية، البحوث المختارة طبعا للتقديم فقط. اليوم الثاني الذي سيوافق الثلاثاء 9 من تموز، لدينا جلسة أيضا مسائية نبتدئ بعد الظهر في الساعة 3 طبعا بتوقيت أربيل ومكة المكرمة، متوافق التوقيت، لكن هذه الملاحظة لمن اختلاف التوقيت في الدول الأخرى. نبتدئ بالمؤتمر الدولي 10 للدراسات التربوية والنفسية، ثم محاضرة علمية بدور الجامعات في التنمية المستدامة، جامعة الملك سعود نموذجا، وهي جامعة متقدمة كما تعلمون على مستوى الجامعات العربية، يلقيها سعادة الأستاذ الدكتور ضيف الله بن محمد الضعيان. ثم المؤتمر الدولي 9 لقياسات المعلومات والتواصل العلمي بين النظرية والتطبيق في تمام الساعة 6، ثم نأخذ استراحة مسائية على الساعة 7، ونعود في 7:30 حول ندوة علمية لآفاق التصنيف والحماية وقياس المعلومات في الجامعات والمكتبات ودراسات تطبيقية وتحليلية. اليوم الثالث أيضا اللي هو يوم الأربعاء 10 تموز، لدينا نبقى بعد الظهر في المؤتمر الدولي 15 الاتجاهات الحديثة في العلوم الإنسانية والاجتماعية واللغوية والأدبية، ولدينا محاضرة علمية حول الالتزام بمعايير الجودة ركن لاستدامة التعليم المثمر، توصيف المادة نموذجا للمدرب الدولي الأستاذ معد أحمد الحاكم. ثم نأخذ استراحة الساعة 7، وعند الساعة 8 نعود للمؤتمر الدولي 9 للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في العلوم المتنوعة. في اليوم الرابع الذي هو الخميس بإذن الله الساعة 11 من تموز في الساعة بعد الظهر، أيضا كل الجلسات بعد الظهر في الساعة 3، نعود إلى المؤتمر الدولي 15 للاتجاهات الحديثة في العلوم الإنسانية والاجتماعية واللغوية والأدبية، ولدينا محاضرة عامة علمية حول الجامعات الذكية تنمية مستدامة واعدة للدكتور المعماري علاء قاضي، ثم استراحة الساعة 7:30، وعند 8 نعود مع محاضرتين، الأولى بعنوان دور الذكاء الاصطناعي في التنمية المستدامة للتعليم للأستاذ دكتور نبيل المتوكل العلمي، ومحاضرة علمية للتنمية الصحية المستدامة للأستاذ دكتور محمد ماهر عبيد. في اليوم الخامس الجمعة 12 تموز، نعود إلى المؤتمر الدولي 9 للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في العلوم المتنوعة، ولدينا أيضا في الساعة 10 طبعا هنا صباحا يوم الجمعة، ولدينا محاضرتان بعد الظهر. المحاضرة الأولى الجامعات والتنمية في سياق البيئة المحلية والوطنية للأستاذ الدكتور لقاء مكي، ومحاضرة علمية حول التنمية المستدامة بالسيناريو للأستاذ الدكتور جاسم محمد صالح المطيري. ثم نأخذ استراحة على 6 يوم الجمعة مساء، ونلتقي في حفل الختام المشترك الحضوري والإلكتروني.
في تمام الساعة السابعة مساء إلى العاشرة ليلا بإذن الله. لدينا ملحق للجلسات البحثية والجلسات البحثية المختارة عبر القاعة الإلكترونية في المؤتمر. نستعرض فقط هذه المؤتمر الدولي الرابع عشر اتجاهات المتقدمة في الدراسات الإسلامية، وفيه يعني 9 بحوث. أما المؤتمر الدولي الرابع عشر اتجاهات الحديثة في العلوم التطبيقية فيه أيضا 9 بحوث بقسم مشاركة قسم منفردة. أما المؤتمر العلمي الدولي العاشر للدراسات التربوية والنفسية كما نبهنا فيه 7 بحوث، نعم 7 بحوث. والمؤتمر الدولي التاسع لقياسات المعلومات والتواصل العلمي بين النظرية والتطبيق فيه 5 بحوث. وأيضا لدينا ندوة علمية حول آفاق التصنيف والحماية وقياس المعلومات في الجامعات والمكتبات، دراسة تطبيقية وتحليلية، طبعا هذه ما سنشاهده. وأيضا لدينا المؤتمر الدولي 15 للاتجاهات الحديثة في العلوم الإنسانية الاجتماعية واللغوية والأدبية وفيه 8 بحوث. أما المؤتمر الدولي التاسع للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في العلوم المتنوعة فكما تظهر صور الباحثين والباحثات أمامكم. والمؤتمر الدولي 15 للاتجاهات الحديثة في العلوم الإنسانية والاجتماعية واللغوية والأدبية فيضم في هذه الجلسة 7 بحوث. كما لدينا في المؤتمر الدولي التاسع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في العلوم المتنوعة في جلسته هذه 10 بحوث. الروابط طبعا هذه الجداول موجودة على موقع المنصة الإلكتروني، يمكن دخول إليها، وهذا رابط الاشتراك فيها.